حمل المرشد الإيراني علي خامنئي الحكومة السعودية مسؤولية توفير الأمن لكل حجاج العالم الإسلامي وأمن الحجيج الإيرانيين خاصة منهم، مذكرا الرياض بأن البيت الحرام ملك للناس حسب تعبيره. وخلال لقائه القيمين على شؤون الحج في إيران، شدد خامنئي على أن الدولة المستضيفة للحجاج تتحمل مسؤوليات جسيمة، وقال إنهم ملزمون بالحفاظ على هذا الأمن وألا يدعو فجائع الماضي أن تتكرر. وتأتي هذه التصريحات في وقت تسود فيه أجواء إيجابية عن المحادثات التي جرت في بغداد بين دبلوماسيين إيرانيين وسعوديين، حيث أبدى كل طرف استعداده لمواصلة الحوار وترقيته إذا التزم الطرف المقابل بحسن النوايا والجدية في نقاش ملفات الخلاف. دكتور جواد، يعني لو جئنا لهذا التصريح من مرشد الجمهورية الإيرانية، مكة ليست لكم بل للأمة، كيف نفهم هذا التصريح من مرشد الجمهورية الإيرانية والتوقيت أيضا؟ أعتقد أن التوقيت هو جاء في وقت توقف المفاوضات التي كانت تجريها إيران والمملكة العربية السعودية في العراق، خاصة بعد تصريحات بايدن بأنه سيزور المملكة العربية السعودية نهاية هذا الشهر، وتخفيف الحملة الإعلامية الأمريكية ضد محمد بن سلمان، وتغير مزاج حزب الديمقراطي الذي كان متشددا في أبان الحملة الانتخابية لبايدن، وأنه سيقوم بعزل المملكة العربية السعودية وسيحاسب محمد بن سلمان على اغتياله الشهيد خاشقجي، وسيفتح قضية ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. ربما جاءت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لكي يعني تجر الولايات المتحدة أو تجبر الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير هذا الموقف. هنا تلقف السعوديون هذه الإشارات من الولايات المتحدة الأمريكية وقاموا بوقف المفاوضات مع الإيرانيين، وأوعزوا إلى شركائهم في الخليج مثل البحرين بمعاودة مهاجمة إيران إعلاميا على الأقل. ولذلك جاءت تصريحات خامنئي هذه بقليل من التصعيد عندما قال أن مكة والمدينة ليست ملكا للعائلة المالكة نعم. السعودية، إنما هي ملك للمسلمين. نعم، لكن دكتور جواد، يعني من المؤكد أن المرشد يعلم حساسية هذه المسألة فيما يخص يعني العربية السعودية، يعني هناك حساسية للحديث عن تدويل الحج مثلا، والحديث أن مكة ليست فقط للسعوديين، باعتبار أن هذا الملف يعتبر ملف يعني لا تجرؤ أي دولة للحديث عنه. ولذلك جاء هذا التصريح. هو يستبق، يعني المرشد الإيراني يستبق أمور قد تحدث في موسم الحج مستفيدا من تجارب التاريخ، يعني تجارب التاريخية كانت هناك مجازر كتبتها القوات السعودية بحق الحجاج الإيرانيين نتيجة لهذا التخوف. ويقوم المرشد الإيراني اليوم بالتصعيد ولو في هذا الملف الحساس كما ذكرت، الذي يعني تتحسس منه المملكة العربية السعودية كثيرا، وتحسب الدول ألف حساب عندما تنطق بمثل هذه الكلمات. أضف إلى ذلك أن هناك مؤشرات على أن الهدية التي سيقدمها محمد بن سلمان إلى الأمريكان هو التطبيع مع الكيان الصهيوني، يعني الكيان الصهيوني سيكون في
أراضي المملكة العربية السعودية التي تحتوي على أراضي الحرمين الشريفين، وهذا ما لا يقبله أي مسلم. من هنا نجد أن الخطوات سريعة لمثلا الحكومة السعودية أو محمد بن سلمان من أجل أن يقدم هدية. هناك شيء واحد يمنع محمد بن سلمان لحد هذه اللحظة من التطبيع، وهو تعهد الملك سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بأن ملف التطبيع ليس في يد محمد بن سلمان، وأن قضية التطبيع لن تكون ما دمت حيا، والكلام للملك سلمان. إذا ما حدث تطبيع حقا في خلال هذه الأسابيع القادمة بين السعودية والكيان الصهيوني، فإن الملك سلمان إما مريض شديد المرض ولا يقوى على اتخاذ أي قرار، أو إنه مات ويتم التكتم على ذلك. نعم، إذن المباحثات السعودية الإيرانية نستطيع أن نقول أنها بهذا التصريح لربما حكم عليها بالانتهاء، أليس كذلك؟ لا 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 ليس لا لم يحكم عليها بالإعدام، هي توقفت نتيجة للظروف الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة هذه الأيام، ونتيجة انتظار الجانب السعودي لما ستتمخض عنه الزيارة إذا ما تم زيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية. كل شيء مؤجل، ليس هناك إنهاء أو قطيعة دائمة، وإنما هو تأجيل لاستشعار المواقف الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هل أيضا مسألة الإجراءات الأخيرة التطبيعية والحديث عن السماح بالطائرات الإسرائيلية بالمرور فوق أجواء العربية السعودية أيضا مما ساعد في هذا التصريح، إلى جانب سؤال البعض دكتور جواد، هل هناك معلومات وصلت المرشد خامنئي من أن الحجاج الإيرانيين سوف يواجهون مشكلات أمنية، بالتالي هو شدد على أن هذه مسؤولية السعودية، بمعنى هل توفر بين يديه شيء لكي يحذر من تكرار ما جرى مع الحجاج الإيرانيين، موضوع التدافع؟ أنا أعتقد هذه هي مقدمة للمفاوضات التي عادة ما تجريها يجريها وفد الحجاج الإيرانيين مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وماذا سيطلب هذا الوفد من المسؤولين السعوديين؟ هل سيقوم إيرانيون كعادتهم يعني تنظيم مظاهرات معادية للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الصهيوني؟ هل سيقومون بالتظاهر فقط ضد الكيان الصهيوني؟ هل ستسمح المملكة العربية السعودية بالتظاهر في مكة والمدينة؟ كل هذه استبقها المرشد بهذا التصريح وبهذا التصعيد الحساس، ولذلك كل شيء متوقف على المفاوضات التي سيجريها الوفد الإيراني مع المسؤولين السعوديين. أما عن هل وصلت معلومات، الإيرانيون عادة يعني يحتملون كل شيء، يعني في العام 86 كانت العلاقات ممتازة، وقام الملك فهد الراحل بإرسال رسالة في ذلك الوقت للإمام الخميني، وقال إن الإيرانيين مرحب بهم في المملكة العربية السعودية. وعلى ما أتذكر أنه تحادث مع الإمام الخميني في هذا الشأن، لكن في ذلك الموسم حدثت مجزرة كبيرة جدا للحجاج الإيرانيين، ولهذا الإيرانيين يتحسسون من هذه التصرفات السعودية نعم التي لا يؤمن جانبها. نعم كل الشكر لوجودك معنا دكتور جواد عبد الوهاب المحلل المختص بالشأن الخليجي.